تمام منتصف النهار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية تأتيكم على قناة الجزائر الدولية. بداية بالشان الليبي، حيث اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة قانون الانتخابات معيبا ومصاغا لخدمة مرشحين محددين، مشيرا إلى أنه سيعلن ما إذا كان سيترشح للرئاسة في اللحظة الحاسمة. من جهته قال رئيس مجلس النواب عقيل صالح إنه سيقدم ملف ترشحه خلال اليومين القادمين. في وقت يعلق فيه الليبيون آمالهم على الانتخابات لإنهاء حالة الانقسام بين الإخوة الفرقاء، أصحت هذه الأخيرة معضلة بعد أن كان ينظر لها على أنها المخرج. ففي مؤشر جديد على عمق الأزمة، هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قانون الانتخابات معتبرا إياه مفصلا على مقاس أشخاص بعينهم. تصريحات الدبيبة تنسجم مع مواقف أطراف سياسية، أغلب الأطراف السياسية في الغرب الليبي رافضة لهذه القوانين وتريد قاعدة دستورية قبل إجراء الانتخابات، ومن ثم تعترض على هذا القانون وتريد تعديله ليكون متوافقا. عراقيل كثيرة أمام الانتخابات الليبية، منها قواعد تنظيم هذه الاستشارة التي أزمت المشهد الليبي، خاصة بعد إعلان عقيل صالح الذي صادق على قانون الانتخابات الرئاسية دون إشراك المجلس الأعلى عزمه الترشح. كما يظل الوضع القانوني لسيف الإسلام هو الآخر محل جدل، كونه مطلوبا من الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. قرار عقيل صالح أو عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا متوقع، لأنه فصل قانون الانتخابات الرئاسية على مقاسه وعلى مقاس حليفه خليفة حفتر، وهذا القانون يتيح له إذا لم يفز بالانتخابات هو أو خليفة حفتر أن يعودا إلى موقعيهما. وفي ظل هذه التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا مع اقتراب موعد الاستحقاق الليبي نهاية ديسمبر المقبل، دخل خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية هو الآخر على الخط بإعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية وسط تحذيرات ليبية من مغبة إقدامه على هذه الخطوة. أما في تونس فقد أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على الدور التاريخي وعلى الدور التاريخي لاتحاد الشغل، معتبرة أنه شريك فاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية. جاء ذلك خلال انطلاق أولى جلسات الحوار بين الحكومة والاتحاد. بعد ضجيج الشارع اختارت الحكومة التونسية الحوار مسلكا لحلحلة الأزمة في البلاد، مباشرة أول لقاءاتها مع الاتحاد العام للشغل باعتباره الشريكة الأساسية والفاعلة في المشاريع والإصلاحات التي ستعتمدها حكومة بودن، والاتفاق حول منهجية عمل تشاركية لتحقيق مطالب التونسيين. كان لقاء مهم جدا، لأن هناك مواضيع عالقة منذ الحكومة السابقة ولابد من النقاش حولها، وأعتقد كان اللقاء جد مثمر، وكان اللقاء فيه كثير من الإيجابية ومن الروح التشاركية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. اللقاء وصفه متابعون للشأن التونسي بأنه بادرة خير تضع البلاد في الطريق السليم والاتجاه بخطى ثابتة نحو الإصلاحات. كان هناك اتفاق على أن يكون هناك نقاشات وتشارك في الحوار حول الملفات الكبرى العالقة، وأهمها ملف الأجور، الزيادة في الأجور، ملف المؤسسات العمومية، وملف الدعم، وكل هذه الملفات التي تعتبر ملفات حارقة وملفات ذات أولوية بالنسبة للحكومة أولا وبالنسبة للمنظمة الشغيلة وللعمال في تونس. تعيش تونس منذ عقد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، عمقها وباء كورونا والأزمة السياسية الأخيرة بعد لجوء الرئيس قيس سعيد إلى إجراءات استثنائية أصابت البلاد بشلل سياسي دفع بالشعب إلى النزول إلى الشارع، لكن يبدو أن الحكومة بهذه المبادرة تريد إشاعة أجواء من الثقة والطمأنينة لإيجاد مخارج للأزمة متعددة الأوجه. حول الموضوع مشاهدينا ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي التونسي وائل الونيفي، أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا ومرحبا بكيف متابعيك. شكرا لك. أيضا إذا سيدي بحسب المعطيات المتوفرة لحد الساعة بما خص تونس، هل هذا الحوار الذي بشرته الحكومة مع اتحاد الشغل قد يفضي إلى نتائج إيجابية؟ هو في حقيقة الأمر هو حوار منتظر منذ مدة، والجميع ينتظر ويرتقب هذا اللقاء الثنائي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كقوة ضغط. الاتحاد العام التونسي للشغل والذي ساند في وقت ما إجراءات 25 جويلية وطالب بتسريع الخطوات، وطالب رئيس الجمهورية من أجل تسريع الخطوات وتثقيف المدة الزمنية في علاقة بالإجراءات الاستثنائية. هذا الاجتماع إذن هو مرتقب، وأمس سجلنا ارتياح كبير من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في أمينه العام نور الدين طبوبي، الذي أكد أن اللقاء كان إيجابيا وإيجابيا جدا، وأن الحكومة ستنتهج خيار الصراحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما يؤشر حول القطع مع سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 10 سنوات والتي تصادمت في كثير من الأحيان مع الاتحاد العام التونسي للشغل. لنضع الاجتماع في إطاره، الاجتماع هو اجتماع اقتصادي، يعني سيبط في عدد الملفات الاقتصادية والاجتماعية، والحكومة ارتأت أن تشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التونسي عبر يعني تلقي المقترحات التي ستأتي من الاتحاد. سيدي أنت كونك صحفي وكذلك متتبع لشأن التونسي بامتياز، هل تتوقع أنه مخرجات هذا الحوار قد تهدئ من الشارع التونسي؟ في الحقيقة أن الشارع التونسي يتحرك الآن سياسيا وليس اجتماعيا، لأن حتى الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية التي سجلناها في المدة الأخيرة وآخرها يوم الأحد هي بدعوة من أطراف سياسية بعينها وناشطين سياسيين لهم مطالب سياسية، وجلسة الأمس ذات علاقة بمسائل اجتماعية واقتصادية. إذن الأمر يمكن أن يهدأ بعض الشيء الشارع، يمكن أن تستثمره الحكومة في إطار مقاربة تشاركية حتى تقول للجميع أنها هي تريد انتهاج سياسة المقاربة التشاركية، وبالتالي تقطع الطريق نحو على من يريد أن يقول أن الحكومة ذات نزعة فردانية وستقوم بإسقاط الحلول أو القرارات هكذا إسقاط بعينه. بالتالي يمكن أن نقرأ الاجتماع بالأمس كقراءة سياسية في علاقة بالرد على الاحتجاجات المتتالية لبعض من الوجوه السياسية المرتبطة بحركة النهضة أساسا وبعض الأحزاب الممثلة في البرلمان المجمد اختصاصه، ويمكن كذلك يعني تقرير سياسة تشاركية بين الاتحاد وبين الحكومة وبين منظمات وطنية أخرى من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس. الأيام المقبلة ستكشف عن هذه المخرجات ومدى انعكاسها على الشارع التونسي. الصحفي التونسي وائل الونيفي، نشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل. نواصل نشرتنا مشاهدين، حيث أثار سحب الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي من البرلمان جدلا في البلاد، بين من ذهب إلى أن أسباب سحب القانون ترتبط بالنصوص الخاصة بالإثراء غير المشروع، ومن رأى في سحبه تريثا من أجل إدخال تعديلات من بينها ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي وبعض النصوص المتعلقة بالحريات الفردية. وشكلت مسألة الاعتقال الاحتياطي موضوع نقاشات خبراء في مجال العدالة وأحد المطالب الحقوقية. هاجم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاتحاد الأوروبي زاعما أنه يبتز بلاده. جاء ذلك خلال جلسة مغلقة أجاب فيها على أسئلة النواب حول اتفاقيات الصيد والزراعة مع الاتحاد الأوروبي. بعد أن ضاقت الدائرة حول أساليبها الملتوية، عادت الدبلوماسية المغربية إلى ممارسة هوايتها المفضلة الابتزاز. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وخلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان هاجم بروكسل زاعما أن على بلاده أن تحرر نفسها مما أسماه منطق الابتزاز الذي ادعى أن أوروبا تمارسه من حين لآخر، متناسيا الابتزاز الذي مارسه المخزن بورقة المهاجرين على إسبانيا خلال الصيف الماضي.
وأضاف بوريطة أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحترم السيادة المغربية المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة كنقطة انطلاق، كاشفا أن وزارته تحشد الدعم اللازم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإعداد الاستئناف المتعلق بقرار العدل الأوروبي التاريخي حول عدم شرعية اتفاقي الصيد والزراعة بين دول الاتحاد والرباط. وفي تعليقه على سؤال حول الحصاد المر الذي تجنيه الرباط بسبب سياسة الابتزاز التي مارستها ضد إسبانيا في وقت سابق، أشار بوريطة إلى أن البلدين مرا بأزمة غير مسبوقة أثرت في الثقة المتبادلة وأدت إلى التشكيك في مصير هذه العلاقات. ولا تشير المعطيات حاليا إلى استئناف طبيعي للعلاقات بعد الهزات المتتالية مع مدريد ودول أخرى في الاتحاد كألمانيا نظرا لموقفها الثابت إزاء القضية الصحراوية العادلة. استشهد الشاب صدام حسين بن عودة فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوبلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر إعلام فلسطينية إن وحدات خاصة معززة بقوات من جيش الاحتلال اقتحمت طوبلس وتمكنت من اعتقال الشاب أيسر مسلماني قبل تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشباب، ما أدى إلى إصابة بن عودة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا. وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شنتها قوة الاحتلال فجر اليوم عقب عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية. في خبر مغاير، دانت واشنطن بشدة ما وصفته بالتصرف الخطر الذي أقدمت عليه موسكو الاثنين باختبارها لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، محذرة من أن هذه التجربة خلفت آلافا من قطع الحطام التي تهدد سلامة رواد الفضاء العاملين في محطة الفضاء الدولية، والتي كما قلت تهدد سلامة رواد الفضاء العاملين في محطة الفضاء الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد بريس للصحفيين إن هذه التجربة الصاروخية خلفت أكثر من 1500 قطعة من الحطام المدري الممكن تتبعه ومئات آلاف القطع من الحطام المدري الأصغر حجما والتي تهدد الآن مصالح جميع الدول. ولم يوضح المتحدث الأمريكي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات انتقامية ضد روسيا بهذه التجربة، مكتفيا بالقول إن بلاده ستوضح أنها لن تتسامح مع هذا النوع من النشاط. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أمس الاثنين إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد، مشيرا إلى أن هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة. وفي حديث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أشار عبد اللهيان إلى المحادثات المقبلة في فيينا والتي ستنطلق في 29 من الشهر الجاري، مؤكدا أن جميع الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن أمريكا تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي. يواصل طالبو اللجوء في هذه الأثناء محاولات اختراق الحدود البيلاروسية البولندية، كما أسفرت عن مواجهات عنيفة بينهم وبين رجال الأمن البولندي وسط مخاطر جامة أدت إلى وفاة على الأقل 8 منهم. كما أعلنت بولندا أنها ستبدأ خلال الشهر المقبل بناء جدار على امتداد حدودها مع روسيا البيضاء للحد من وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها. وبدورها تواصل السلطات البيلاروسية بالتعاون مع الصليب الأحمر تقديم المساعدات للاجئين، حيث أقامت مخيما مؤقتا لإطعام الأطفال والنساء، كما تستعد لإطلاق مركز طبي متنقل ومركز إعلامي للصحفيين ومرافق أخرى. وجهت الحكومة العسكرية لميانمار تهمة التزوير الانتخابي للزعيمة السابقة أونغ سان سوتشي التي أطاح بها الجيش في فبراير من عام 2020.
في الشأن الاقتصادي مشاهدينا، وفي القمة التي أجريت بين الرئيسين الأمريكي والصيني في أول لقاء افتراضي بينهما، شدد على ضرورة ضمان عدم انحراف المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع. الرئيس الأمريكي دعا إلى استحداث بعض حواجز الحماية مما يجنب انزلاق المنافسة بين البلدين إلى صراع. بدوره شدد الرئيس الصيني على أن العلاقات السليمة والمستقرة مع الولايات المتحدة ضرورية لدفع التنمية في البلدين وحماية بيئية دولية سليمة ومستقرة، بما في ذلك إيجاد استجابات فعالة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا. وقال إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما والتعايش في سلام والسعي إلى التعاون المربح للجانبين. في الرياضة، يخوض المنتخب الجزائري اليوم مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ضد الوسيف منتخب بوركينا فاسو، مباراة يحتاج فيها أشبال المدرب جمال بالماضي نقطة وحيدة كفيلة للتأهل للمباراة الفاصلة والمؤهلة إلى مونديال قطر 2022. نقطة واحدة تفصل المنتخب الجزائري على التأهل للمباراة الفاصلة حين يواجه الوصيف المنتخب البوركينابي على ملعب مصطفى تشاكر. لقاء واعد لأشبال بالماضي لتأكيد تصدرهم المجموعة الأولى ب13 نقطة وتعزيز رقمه القياسي في المباراة الثانية والثلاثين تواليا دون هزيمة، خاصة بعد تأكيد بالماضي على جاهزية محاربيه لموقعة البوليدة. الهدف هو كل ماتش لو غاني، كل ماتش لو غاني، كل ماتش بريباري لو ميو بوسيبل، ريان ليسي او هازار. دونك فوالا ابري يدينار لي نخسرو، بصح دومان سي با المومون. المنتخب الجزائري يعول على مواصلة رحلة المتعة والإبهار أمام أنصاره بعد طول غياب من أجل نثر السعادة في حضور اللاعب 12 من مدرجات البوليدة الشاهدة على أفراح الكرة الجزائرية حين يعيد التاريخ نفسه بذكريات 19 نوفمبر من عام 2013 الذي شهد تأهل الخضر على حساب المنتخب البوركينابي. Ce match là à ce moment-là était direct tu avais directement ton ticket pour la Coupe du monde. Chose que pour celui-là, non, il y aurait encore cette double confrontation et ce match du barrage au mois de mars. C'est la seule différence. Mais dans l'idée et dans l'aspect de match décisif, oui, ça rappelle des choses. Et puis c'est dans le même stade, c'est à Tchaker. En gros, on est à 3 matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, les choses elles sont présentées comme ça. Faire le nécessaire demain nous permettra d'avoir encore, d'être en course pour cette finale aller-retour. 90 دقيقة فاصلة للمنتخب الجزائري لمواصلة الطريق نحو مونديال قطر. في الرياضة دائما، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أفاد بأن نتائج التحقيق أثبتت جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات. وكان الاتحاد الأسيوي بدأ تحقيقا في خطاب تقدم به الاتحاد الأردني لكرة القدم يطالب فيه من التحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران الذي فاز على منتخب الأردن في المباراة الفاصلة بالتصفيات الأسيوية. أهي ذكر أم أنثى؟ هو فحوى الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد الأردني مشككا في جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات. الطلب الذي جاء رده سريعا من الاتحاد الآسيوي مؤكدا أن التحقيق أثبت أن جنس اللاعبة الإيرانية زهرة كوداي أنثى. طلب الاتحاد الأردني بفتح تحقيق لحسم جنس حارسة المرمى جاء بعد تأهل المنتخب الإيراني للسيدات إلى بطولة أمم آسيا 2022 والتي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح. الحديث عن وجود لاعبين ذكور في المنتخب الإيراني للنساء ليس جديدا، بل يعود إلى عام 2008 عندما تحدث محمد مرتضى نجاد رئيس أحد أندية كرة القدم الإيرانية عن وجود رجال في المنتخب، لكن الاتحاد الإيراني وصف تلك الأحاديث حينئذ بالكاذبة. وسبق لصحيفة تيليغراف البريطانية في 2014 أن نشرت تقريرا بعد اكتشاف 4 رجال في المنتخب النسائي ليعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم طرد هؤلاء اللاعبين في فضيحة تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية.
ومن الرياضة إلى الثقافة، حيث ساهم الفنان الجزائري أمين قويدر من خلال نشاط الأوركسترا السيمفونية الوطنية في التعريف بالموسيقى الجزائرية على الصعيد العالمي، كما عكف على التعريف بالتراث الوطني في مختلف التظاهرات الدولية منذ تعيينه سنة 2014 على رأس الجوق السيمفونية الوطنية الجزائري. المايسترو أمين يرفض حصر الموسيقى الكلاسيكية في جمهور الطبقات الراقية، مؤكداً أن الاستمتاع بهذا النوع الفني يخص الجميع بالنظر لما تحمله من قيم ورسائل من شأنها ترقية الذوق. مشواره الحافل بالإنجازات جعله يفوز بلقب فنان أوركسترا اليونسكو للسلام لسنة 2021. نختم مشاهدينا بهذا التقرير، حيث شهدت باحة الساحة العسكرية بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس اجتماعا للموسيقيين سعيا لنيل لقب أكبر أوركسترا في العالم. نتابع هذا التقرير. إذا ما كسر وتر لا تتوقف، وإذا أضعتم التقاسيم لا تتوقف، اعتمدوا على الذاكرة ولكن لا تتوقف. درس من الموسيقي الفنزويلي دافيد أسكانيو لفرقته الموسيقية التي يحثها على تحقيق حلم الرقم القياسي في موسوعة غينيس. 12 ألف موسيقي من فرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا اجتمعوا في باحة الساحة العسكرية بكاراكاس مع حلول الظلام في العاصمة ليمنحوا لقب أكبر أوركسترا في العالم. التربية الموسيقية هو برنامج قديم أطلقه المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو تحت اسم السيستيما في عام 1975 بهدف إتاحة الموسيقى لآلاف الأطفال المنحدرين من الطبقات الشعبية، وتم استنساخ هذا البرنامج في عشرات البلدان، كما تخرج منه كبار قادة الأوركسترا في العالم. خلال 12 دقيقة أدى الموسيقيون 8 مقطوعات للروسي إيليتش تشايكوفسكي بقيادة المايسترو أسكانيو، وتنتظر الفرقة إعلان النتائج في الأيام القادمة لتحقيق حلم أكبر أوركسترا في العالم بعد أوركسترا سانت بيترسبورغ الروسية التي حققت الرقم في عام 2019 بعرض يضم 8097 موسيقياً. مشاهدينا، ختام نشرة المنتصف. فريق الجزائر الدولية يحييكم في أمان الله.